يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يجب على الأبناء تجاه والدهم الذي يؤذيهم كثيرا بالقول والعمل؟ يصبرون عليه، عليهم الصبر عليه والبر به والإحسان إليه، هذا واجبهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خاطرهم هم اللي مخطئين، خاطرهم هم اللي يسيئون الأدب، وهو يذرهم عن سوء الأدب أو عن ترك الصلاة أو عن، ولا يبون أنه يقول لهم شيء، إذا كانوا هكذا فهم مخطئين وهو المصيب. نعم.